عيدنا إلى فوق نحن الاسم القدوس هو أيضا فلس أن جعلنا مستحقين شركة صعود إسرائيلية المحيية تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرساني أسقف هولندا وبلجيكا. احتفلت كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن بمرور 25 عاماً على بدء خدمة الكنيسة القبطية في جنوب هولندا ومدينة أيندهوفن. كما ألقى نيافته كلمة عن عطايا الروح القدس وعمله في حياتنا كمؤمنين. النهاردة إحنا بنحتفل بتذكار 25 لبداية الخدمة هنا في منطقة جنوب هولندا. في منطقة جنوب هولندا في تجمع كبير من 5 محافظات في دولة هولندا بتخدمهم كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس هنا في أيندهوفن. والخدمة دي ابتدت من 25 سنة وقعدنا 5 سنين بنخدم في المكان هنا لحد ما ربنا وفقنا واستقرينا هنا في الكنيسة ديت سنة 98 وتأسست فيها كنيسة جميلة وكبيرة وحلوة ولها ملاك يرعاها أبونا يوسف منصور بيخدم فيها وتحولت إلى مركز كبير لخدمة مناطق واسعة جدا في جنوب هولندا وأيضا تمتد أحيانا إلى بلجيكا. ونشكر الله وإحنا السنة الجاية إن شاء الله هنعمل احتفال تاني بمناسبة 20 سنة لبداية الخدمة في المبنى ده هوت في الكنيسة اللي إحنا فيها دلوقتي. وبتخدم عدد كبير جدا من العائلات منتشرين في 3 محافظات من محافظات هولندا وفيها خدمة مثمرة وقوية ونشكر الله على هذا العمل وربنا يتمجد. وشكرا. وإحنا في هولندا بنشكر ربنا إن من أكتر من 30 سنة بدأت الخدمة المنتظمة في هولندا وهنا في جنوب هولندا مدينة أيندهوفن ودي واقعة في الجنوب. بنشكر ربنا من 25 سنة ربنا حرك قلب نيافة الأنبا إرساني أبونا إرسانيوس البراموسي في وقتها إنه يجي المكان ده ويجي المدينة دي ويبتدي يأسس خدمة بالرغم إن كان عدد قليل جدا من الأسر منتشرة في المنطقة مش في المدينة بس في المنطقة اللي حواليها. لكن لما إرادة ربنا بتشاء بتتحقق وبنفرح كلنا بإرادة ربنا. وفعلا من 25 سنة في 26 يونيو 1992 اتقامت أول خدمة ليتورجية وقداس في مدينة أيندهوفن في مكان تاني وبدأ نيافة الأنبا إرساني يجي كل شهر مرة ويجمع المجموعة ويصلي قداس لغاية سنة 98 لما ربنا برضو اتكلم وأراد ان سيدنا مع مجموعة الأرخنة والشمامسة والخدام اللي كانوا موجودين في منطقة ابتدوا يفكروا في شراء مبنى للكنيسة. وفعلا كان هذا المبنى كانت كنيسة هولندية بروتستانتية وتفاوضوا معاهم واشتروها سنة 98 وبدأت الخدمة المنتظمة في هذه الكنيسة خدمة دائمة من أول يناير 99. ونشكر ربنا احنا النهاردة بنحتفل بمرور 25 سنة على بداية الخدمة وبنعتبر ان دي بذرة ربنا حطها واثمرت شجرة ليها ثمر وفيها خدمة بتمجد اسم ربنا وبتحمل رسالة الكنيسة القبطية لأولادها وللمجتمع اللي محيطة بيه. فنشكر ربنا البذرة أثمرت وبنقول له يا رب نشكرك على عملك وعلى نعمتك وعلى بركتك في هذا المكان وربنا يستخدمه ويستخدم كل الأماكن لمجد اسمه في الكنيسة وفي حياة أولاده في كل مكان. شكرا لكم.
كل سنة ونيافة الأنبا أرساني طيب، وقدس أبونا يوسف طيب، وكل الشعب أيندهوفن وشعب هولندا كلهم طيبين بمرور أكثر من 20 سنة تقريبا على تأسيس هذه الكنيسة. والكنيسة بتكبر والكنيسة بتزيد، وكلنا فرحانين بوجود الكنيسة في وسط شعبها، أو الشعب فرحان بالكنيسة في وسطهم. بصراحة أحب أقول لسيدنا كل سنة وانت طيب يا سيدنا، ودي ثمرة تعب سيدنا طول السنين في هولندا، البذرة زرعها في أيندهوفن وفي كل هولندا، والحمد لله. يعني بقول لسيدنا كل سنة وانت طيب، وفي نفس الوقت برضو بقول لأبونا يوسف كل سنة وانت طيب، مجهود برضو كبير أبونا يوسف بيعمله والشعب بيزيد، وكل سنة وانت طيبين. من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس بأيندهوفن، كان معكم نشوى نسيم سي تي في.